سجلتني بغير وعلى خير. حسن دكتور إطار برنامج تثمين الترابي والطبيعي للمنطقة الجبلية بجهة قاع تفيلات، دونك اللي غيتم التشكيل اليوم ديالو هو أشغال بناء طريق الرابطة بين أوس الكيس وتبات في جامعة ترابية ديال مسمري. هذا شطر أولا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نتمناو من الله إن شاء الله نكملوا واحد 41 كيلومتر إن شاء الله باش نوصلوا إن شاء الله تبات. دونك بالنسبة للمحاور ديال الإتفاقية اللي هي زون المنطقة، دونك هي دعم هيئة مسالك القرار بالمنطقة الجبلية بحيث إنشاء القناطر والممرات على مجال الأرضية، كذلك محاربة الانجراف في التربة، بناء الحواجز اقتناء الآليات، وكذا إنشاء الملاجئ لحماية المشية والرحل، أخذ تهيئة المواقع البيئية والمناطق الخضراء. دونك هذه الاتفاقية اللي هي نحن أطلق جهة في الأرض، دونك غيتم على 5 سنوات إن شاء الله اللي غتخدم هذه الاتفاقية. دونك كل سنة إن شاء الله غنخدمو تقريبا لي زالونتور ديال 1.5 مليار، 15 مليون حتى 16 مليون درهم. دونك مجمل هاد الاتفاقية إن شاء الله غادي نوصل لواحد المبلغ ديال 85 مليون ديال الدرهم إن شاء الله في لافان ديالها إن شاء الله نهار 2026 إن شاء الله. دونك بالنسبة للمعطيات التقنية اللي كتهم هاد المشروع ديال تابانت، دونك صاحب المشروع اللي هي جهة درعا تفيلات اللي غتشرف على التتبع هي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. دونك بالنسبة لطول هاد الطريق هي واحد 10 كيلومتر، مي غتم على واحد المحورين، واحد المحور اللي غيتنجز فيه 1 كيلومتر اللي هو وسط الدوار، دونك يكون فيه واحد الكيلومتر، وغيتمشى بالنسبة للعرض المحوري غادي يكون ديال 6 متر، عرض الطريق غيكون 6 متر، وبالنسبة لغيفيتمون أون بيكوش التسفيت ديالو غيكون في 4 متر، هذا وسط الدوار، مي أودولا ديال الدوار دونك غادي يبقى واحد 9.5 كيلومتر، دونك هاد نفس النهار، غيتم تهيئة على 8 متر، دونك غنديرو غير لوفيرتور ديال 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 الطريق، دونك غنفتحوها إن شاء الله. وغنديروا واحد لاكوش ديال الام سي ار ستون كوش دو رولمون على واحد 15 سنتيم ان شاء الله، وغادي يتم ان شاء الله باذن الله اسور لي زوفراج دو رويسيلمون، دونك غندير لي زوفراج بيجي مع لي فوسي بيتون ان شاء الله. دونك تكلفه هذا المشروع ديال واحد مليار، دونك 10 مليون درهم، وبالنسبه لمده الانجاز 8 اشهر ان شاء الله، ان شاء الله اون فا اكسيلير ان شاء الله باش ان شاء الله. بالنسبه للمقاوله اللي نالت الصفقه هي ويحيى حميدي، وعندنا كذلك مراقبة الجودة لابراتوار إلير دوزو، وعندنا المراقبة الطبوغرافية هي تيتراتو. دونك تقريبا هذا هو المجمل بالنسبة هنا العرض كمرخص للعرض كما قلنا. دونك بالنسبة لوسط الدوار غيكونو دو كوش، دونك غنضع اسير تيراسمون، وغادي نكون جوج كوش الأولى جي ان اف مع جي ام بي، وغتكون واحد 4 متر هي اللي غادي نكون فيها روزيتمون دو كوش. اما كما قلنا بالنسبة لو زالونتور او دولا ديال الدوار غيتم غير الفتح دونك لي تيراسمون ونأسيرو ان شاء الله واحد لاكوش ديال الانتساب ان شاء الله 8 مليون. دونك تقريبا هذا هو المجمل اللي كاين في هاد الدوار ديال تبانات. غير سيدي المحترم من 794 حتى لوسيكيس يعني حتى البراج اللي درت الجمعية ديال التنمية واحد 7 كيلومتر في الطريق ديال الجمعية. يعني الشطر الاول تيبدا من يعني من منوسيكيس يعني، ولكن ملتقى ما بين 704 اوسيكيس يعني راه داز ديجا 7 كيلومتر على 6 متر ديال الطريق لهذا الشيء باش نوفا، يعني شحال هذا الشطر الثاني يعني من 704 الى سميتو يعني ما تنحسبوش الشطر الثاني، هذا الشطر الاول داز ديجا اصبحنا كجهه سمينا الشطر كجهه ولكن 7 كيلومتر راه داز ديجا. شكرا جزيلا. المشروع الثاني اللي هو كيهم اشغال الطرق الرابطه بين تمتدا الطريق الاقليميه تمتدا وطريق والطريق الجهويه ديال اي تيو. دونك هذا المشروع يندرج ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعيه دونك بي ار دي تي اس، الاهداف ديالو المعروفه هي تقليص الفوارق المجاليه الاجتماعيه وتسهيل نقل الاشخاص والبضائع وجهه الدوابر، وكذا رفع مستوى الخدمات التنمية الاقتصادية والسياحة، وكذلك حذف النقط ديال الفيضانات اللي يكونوا ان شاء الله باذن الله.
دونك بالنسبه للمعطيات المشروع دونك صاحب المشروع اللي هو جهه درعه في الريجيون دونك تتبع الاشغال هذه من طرف الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع دونك طول هذا الطريق اللي هي 21 كيلومتر وبالنسبه للبروفيل ولا عرض الطريق تخدم على واحد 6 متر و 4 متر هي اللي غادي يكون فيها لو ريفيتمون كيما ريفيتمون اون بيكوش دونك بالنسبه لتكلفه المشروع اللي هو واحد قول واحد 34 مليار سنتيم تقريبا 33 مليون ديال الدرهم ونص مده الانجاز تقريبا واحد عام ونص تقريبا واحد 6 مو 16 شهر بالنسبه للمقاوله اللي نتفقها هي ستون سوسيتي كلاس فين كلاس ديال جهد دونك جي بي ام تي بالنسبه للمراقبه ديال لابوراتوار يكون من طرف المختبر الطريق وبالنسبه للمراقبه الطوبوغرافيه غادي يكون من تيتراتور دونك هذا عرض ملخص اللي هو البروفيل اون ترافيرس اللي نقولوا اللي حنا تكنيكمون دونك غادي يكون دو كوش دونك تكون عندنا واحد لاكوش الاولانيه فيها 20 سنتيم ديال جي 9 ولاكوش الفوقانيه تكون فيها 15 سنتيم عاد غادي نديروا الغوفيتمون جوج ديال هذيك الكاتر 4 متر هي اللي غادي نديروا فيها ان شاء الله دونك بالنسبه كمكونات هذا المحور الطرقي غيتم كذلك الانجاز فيه ديال واحد 170 منشاه فنيه دونك غادي يكونوا فيه دي زوفراج بيزي دونك غادي دي بيز غتكون تقريبا واحد 142 ترافيرس تقريبا ديال البيز وغيتم فيه انشاء ديال واحد لي دالو منشات مغموره وشبه مغموره بالعربيه دونك دي دالو غادي يكون واحد 15 دالو واحد 15 دي راديو سوبميرسيبل تتسمى راديو سوبميرسيبل اوردينير وغادي يكون ان شاء الله في الاخير ان شاء الله فاش يتم المشروع غيكونوا دي حواجز ديال الامان ليغليسيير ليغليسيير مع دي بانو دو ديديكسيون ديال بانو دو ديديكسيون مع لي بانو دو سينيزاسيون غير فيرتيكال ما كنديروش الخط الابيض خلاص في هاد المارشيت اللي تيكونوا فيهم جوست 4 متر دونك نديرو غير لي بانو دو ديديكسيون مع دو سينيزاسيون دونك تقريبا هذا هو المشروع اللي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مجهود ما يمكنش نشكروا عليه مجلس الجهه وجماعه التراب اللي معاهم اعتمادات ماليه في هذا المستوى مش سهله ولكن مجهود في البنيه الاساسيه لبنيه الطرق إذن هذا خاصو باش ملي تتفك المشكل باش سميتو مستقبلا ان شاء الله تبرمج فيه قنطره كبيره حنا لان ما خدامينش هنا ما خدامش فيه لي دالون واسب في الواد في الواد واد كبير واد كبير اكيد انه ولي تيود راه الا ديك حنا لي جينا راه دخلنا دونك حنا تيكون ان كالك ديال لي باسان فيرسون يعني تيكون ان كالك ديال لي باسان فيرسون اللي كيعطيك النسبه ديال البي في يعني كحال طالع الماء الفيضان دونك هذا كان هذاك حتى اللي حتى الان راه مقطوع هذاك دابا الانتباه ديال الماء راه الطريق مقطوع دابا بسبب الواد اذا ما كانش القنطره راه كلشي هادشي اللي درنا ما كيدوز كانت ما كانش شويه بالنسبه لكم ولاد الواد تكون كبيره اذا خاصو قنطره مستقبلا ان شاء الله تبرمج هو سي الرئيس هو اللي اكيد غادي تكون الدراسه اللي دارت راه خدات بعين الاعتبار راه هاد لوفر اكيد غير واش هذاك لو غادي الا كان ولا ان بوان الا كان في مشروع غادي راه الفلوس دابا الاعتماد المالي هو اللي غادي غادي قنطره من بعد شوفوا كيفاش ممكن تبرمج اما باش زعما نوقفوا دابا المشروع ماشي توقفوا المشروع ماشي ناخذوها بعين الاعتبار بانه الا ما كان القنطره واخا يكون هو راه ما هو هو مع السي سعدي غادي يشوفوا لي تيج مع ان شاء الله هنا غادي يكون غالبا دي دارو دي دارو تيكون دي دارو كبار و تيكون ايتيدي على حسب الشريط اللي كيجي والحموله ديالهم دونك تكون واحد الدراسه ديال واحد 20 ولا 30 عام ديال هاد الواد عاد حنا نبروبوز لو دومونسيونمون ديال ان شاء الله ان شاء الله مزيان ان شاء الله هذا الخير الخير الحمد لله ما كاين مشكل كنت سجلت سيد الرئيس